Marhaba. Vandaag gaan we de dagen, maanden en seizoenen leren. اليوم راح نحكي عن الأيام تبعت الأسبوع وبعدين الأشهر وبعدين فصول السنة باللغة الهولندية. ماندغ. ماندغ اللي هو يوم الاثنين. دينستغ. دينستغ اللي هو يوم الثلاثة. وونستغ. وونستغ اللي هو يوم الأربعة. دوندردغ. دوندردغ اللي هو يوم الخميس. فرايدغ. فرايدغ اللي هو يوم الجمعة. زاتردغ. Zaterdag, اللي هو أول يوم من عطلة الأسبوع, هو يوم السبت. Zondag. Zondag, اللي هو يوم الأحد. Okay, dus de klemtoon ligt steeds op de eerste. Dus maandag. فالتركيز تجديد بالكلمة إن عندك كل كلمة مقسومة لجزئين. التركيز دائما على أول جزء. فبتقول maandag. En niet maandag. وما بتقول maandag مثلا أو شيء. التركيز دائما على أول جزء من الكلمة. وليس على dag. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Van de dag trekken zijn met maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. De maanden. Voilà, we gaan nog een keer aan de les. Januari. Januari, اللي هو شهر كانون الثاني, شهر واحد. Februari. Februari, اللي هو شهر اثنين او شهر شباط. Februari. Februari. Maart. Maart, اللي هو شهر ثلاثة او شهر آذار. April. April, اللي هو شهر أربعة او شهر نيسان. Mei. Mei, اللي هو شهر خمسة او أيار. Juni. Juni, اللي هو شهر حزيران. Juli. Juli. يلي هو شهر تموز أو شهر ستة سبعة أغسطس أغسطس يلي هو شهر ثمانية سبتمبر سبتمبر يلي هو شهر أيلول أو شهر تسعة أكتوبر أكتوبر يلي هو شهر عشرة أو تشرين الأول نوفمبر نوفمبر يلي هو شهر 11 أو شهر تشرين الثاني ديسمبر ديسمبر اللي هو شهر 12 آخر شهر واللي هو شهر كانون الأول يناري يناري فبراير فبراير مارت مارت أبريل أبريل ماي ماي يوني يوني يولي يولي أغسطس أغسطس سبتمبر سبتمبر أكتوبر أكتوبر نوفمبر نوفمبر ديسمبر ديسمبر De vier seizoenen. Voilà, dan ga ik aan فصول السنة الأربعة. Lente. Lente, اللي هو الربيع. Of voorjaar. أو في نقطة اللو voorjaar. Dat is hetzelfde. هذا هو نفسه يكون lente أو voorjaar هو نفسه. Zomer. Zomer, اللي هو الصيف طبعا. Herfst. Herfst, اللي هو الخريف. Of najaar. أو هو نفسه فيك تقول له najaar. Dat is hetzelfde. كمان نفس الخريف. Winter. Winter, طبعا اللي هو الشتاء. نعم. Dus de maanden van het voorjaar zijn maart, april, mei. طبعا الأشهر اللي بتجينا بالخريف هن مارت وابريل وماي اللي هن طبعا شهر آذار نيسان أيار. De zomermaanden zijn juni, juli, augustus. وأشهر الصيف هن يوني ويولي وأغسطس اللي هن حزيران وتموز وآب. En de maanden van de herfst zijn september, oktober, november. وأشهر الخريف هن طبعا سبتمبر نوفمبر سبتمبر أكتوبر نوفمبر واللي هن أيلول تشرين الأول وتشرين الثاني. En de wintermaanden zijn december, januari en februari. وأشهر الشتاء هن ديسمبر يناير فبراير واللي هن كانون الأول كانون الثاني وشباط.